اهلا بحضراتكم من جديد. بنستأنف حوارنا مع مايسترو وكابتن الفريق الاول لكره اليد بنادي الاهلي اسلام. احنا عايزين نتكلم عن الاحتراف لان انت قدوه للاعبين، والحقيقه انت نجحت جدا جدا في تجربه الاحتراف. الحمد لله. انت احترفت سنتين في الافريقي التونسي وعملت شغل كبير جدا، وانتقلت من الافريقي التونسي وكانوا جددوا لك كمان، ولكن حصل امور رحت على نادي الغرافه. كلمني عن تجربتك الاحتراف من اول ما طلعت من هنا. بالظبط كده. بص، كان سنة 2013 جالي عرض الأفريقي. رحت الأول، رحت نصر طولبة، قعدت 3 شهور. تمام. كان ساعتها كان وصلنا شهر 9، كان القيد قفل في العالم كله تقريبا، خلاص كله لعب. ده كان بعد ايه يا كابتن؟ يعني بعد كاس العالم؟ بعد بطولة أفريقيا. تمام. اللي في المغرب اللي احنا كسبنا الزمالك فيها في النهائي، كان قبل نهائي الترجي ونهائي الزمالك. تمام. بعد كده جالي كذا عرض، قعدت برضو اتزنقت شويه في الوقت لغايه شهر في سبتمبر كان خلاص الكيد قفل. فرحت 3 شهور في نادي كان رابع الدوري هناك، نصر طوالبه. وبعد قعدت 3 شهور والافريقي اشتراني منه. اشتراك بيع وشراء، مش انتقال حر. لا، اشتراني منه. ده يدل على رغبه الافريقي انه ياخدك. الحمد لله. كان ساعتها كابتن الفريق كابتن مكرم مساوي اللي هو حارس المرمى كلمني، والمهم حصل المفاوضات وكابتن ايمن صلاح، وبعد كده رحت الافريقي. قعدت اول سنه الحمد لله كان سنه بدات ان انا الدنيا. كان الافريقي ساعه ترتيبه ايه يا اسلام؟ بص، هناك كان الافريقي يا تاني يا تالت، ما كانش اول. السنه بعديها اللي بعديها لعبنا الافريقي، خدنا. كان سنه صعبه قوي، انت متخيل بتلعب 10 دربيات في سنه واحده؟ خبر ابيض. لعبت الترجي 10 دربيات وفي 8 الديربي في تونس، الترجي والافريقي. بالظبط. لعبت 10 ديربي في سنه. 10. ولعبنا النجم الساحلي 8 مباريات. كان موسم صعب جدا. بالظبط كده. فال10 ديربي دي كسبنا منهم 9. يا راجل 9. كنا ساعتها الرئيس النادي سليم الرياحي عمل فرقه، كنا فرقه غريبه يعني، فرقه قويه جدا. كسبتوا الترجي 9 من 10. 9 من 10. وحتى الماتش اللي خسرتوه، اللي خسرناه كان بعد تحصيل حاصل. ساعات لا ما كانش تحصيل حاصل، بس ساعات انت الفرقه بتوصل لمرحله تشبع. فكنا بنلعب ماتش كان بالنسبه لنا احنا بعديها زعلنا. تشبع 9 10 بالظبط. ما احلى التشبع. بالظبط. وكسبنا النجم الساحلي 8 مباريات. 8 كان النجم الساحلي قوي قوي ساعتها. فلعبنا بطولة الدوري، كسبنا الدوري وكسبنا الكاس وكسبنا افريقيا وكسبنا السوبر. اللي خسرناها ابطال الكاس الافريقيه، دي اللي خسرناها من الترجي. بس خلي بالك الترجي نادي كبير في كره اليد. جدا. نادي كبير جدا. كان ساعتها كمان وبتربطه علاقات كويسه جدا مع النادي الاهلي كمان. بالظبط. وكان ساعتها عامل صفقات كتيره. فكان المباريات فعلا صعبه. طب السنه الثانيه بقى اسلام عامل ما هي دي السنه الثانيه. انا بقى السنه الاولى دي اللي كانوا هما لسه بيعدوا الفريق. السنه الثانيه دي كسبنا 5 بطولات من 6. تمام. هايل. فكانت بالنسبه لهم هايل. مش عايز اقول لك تونس كلها كانت بتتكلم هاندبول بس. انت بتمشي في اي حته في الشارع تونس ما بتتكلمش كوره خالص. كانت بتتكلم هاندبول. وطلبوا يجددوا معاك سنتين. لا انا جددت بالفعل معاهم سنتين فعلا، ورجعت مصر في الاجازه. وبعد كده سمعت ان كان في مشاكل هناك اداريه وماليه كبيره، فرحت اتكلمت معاهم قلت لهم يا جماعه انا راجل تراضي، انا مغترب ومعايا اسرتي، فانا مش عاوز مشاكل. فخلينا يعني الموضوع يمشي بالتراضي. قالوا لي طب استنى مش عارف ايه. المهم اتكلمت مع كان رئيس الفرع ساعتها كابتن سفيان، قال لي طب خلاص احاول اوصل الحل مع سليم الرياحي. المهم عرفنا نوصل وخدت العقد ومشيت. طب والله كويس جدا. بس يوم ما خدت العقد ومشيت مش عايز اقول لك الدنيا باظت. باظت طبعا. الدنيا اتقلبت. بس انت محترف، فانت يعني انت معاك اسرتك بس انت تاخد عقدك نفسه وتمشي. دي كانت مشكله ان هو جابهولي من الاخر ورا كابتن سليم الرياحي. طيب خدته وسافرت. الاهلي حصل مفاوضات. بس كان الكلام يعني عارف اللي هو برده في فتره القيد ومش عارف ايه. جالي الغرفه القطري سافرت. كان معايا كابتن هاني فخراني. ده فعلا كابتن هاني انا اوجه له من هنا شكر. هو فرق معايا في حياتي كلها جدا، اخلاقيا وهندبوليا والتزاميا كل حاجه. هو ما شاء الله عامل شغل كويس في الامارات دلوقتي. مدرب بجد انت مش متخيل هيبقى عامل ازاي. هو من دلوقتي هو عامل ازاي وبعد كده هيختلف تماما. الاحتراف فرق معاك يا كابتن.